يعتبر محمد اللقاني واحدا من أساطير الكرة الطائرة في نادي الزمالك لاعبا ومدربا. ولد في دمنهور بمحافظة البحيرة، وبدأ اللعب لنادي الزمالك منذ عام 1979 وحتى اعتزاله عام 1991، حيث قضى حياته الرياضية بين جدران القلعة البيضاء فقط. توج اللقاني ببطولات وبطولات سواء مع ناديه الأبيض أو المنتخب المصري، فحقق الدوري المصري وكأس مصر في 4 مناسبات، والبطولة الإفريقية للأندية مرتين عامي 84 و87، وخسر نهائي نفس البطولة مرة واحدة كانت في تونس. وحقق لقب البطولة العربية للأندية مرة واحدة عام 1986، كما أنه حقق لقب أفضل لاعب في مصر عام 88. ولم يكتفي هذا البطل ببطولاته مع ناديه الكبير، بل حقق إنجازات أخرى مع المنتخب المصري، حيث أنه مثل منتخب بلاده على مدار 11 عاما منذ عام 1980 وحتى عام 1991، بدأها بالمشاركة في كأس العالم للشباب عام 1981 والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والمشاركة في كأس العالم العسكرية عام 83 بباكستان، ثم بطولة العالم للرجال عام 85 في اليابان، وتحقيق لقب البطولة العربية للمنتخبات بالأردن عام 86، وكأس الأمم الإفريقية عام 88 بتونس، والمشاركة في كأس العالم للقارات بالبرازيل عام 87. وبعدها قرر محمد اللقاني الاعتزال عام 91 واتجه للتدريب، فكانت قلعته البيضاء التي لعب لها طوال مسيرته الحافلة خير مكان لتكرار إنجازاته كلاعب، ولكن هذه المرة كمديرا فنيا للفريق، فحقق الدوري المصري عام 2000 وكأس مصر عام 2001، وبعدها اتجه لتدريب نادي الجزيرة فصعد بهم للدوري الممتاز وحقق المركز الرابع في الدوري والثالث في الكأس بعد الصعود، وانطلق إلى رحلة ناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد مع نادي بنياس، فحقق معهم بطولة كأس السوبر عام 2006 وكأس رئيس الدولة عام 2007 قبل أن يتولى تدريب المنتخب المصري للشباب ويحقق معه فضية بطولة إفريقيا عام 2010 بليبيا والتأهل لكأس العالم بالمكسيك. وعاد اللقاني لنادي الزمالك مرة أخرى عام 2012 ليحقق بطولة إفريقيا للأندية والتي أقيمت بتونس، وتأهل على إثرها لبطولة العالم للأندية بقطر وحصل على المركز الخامس. وبعدها بعام تولى تدريب منتخب الناشئين ليحقق بطولة إفريقيا في الجزائر. كل هذه الإنجازات لم تكن مجرد صدفة، إلى جانب كون اللقاني نجما كبيرا على المستوى المحلي والدولي كلاعب، حاز أيضا على العديد من الشهادات التدريبية والدراسات في عالم الكرة الطائرة، كما أنه عمل مساعدا للمحاضر البلغاري الدولي جيفكو عام 2011. كل هذا ساعده على التألق كمدرب أيضا. محمد اللقاني أحد عمالقة الكرة الطائرة في الزمالك ومصر، والذي كتب تاريخه بحروف من ذهب.